سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق. متى؟ خلال 78 يوما القادمة، 13 يوم من آخر سهيل و52 يوما الوسم، 13 يوم من أول المربعانية، أكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر. ونحن الآن نعيش في الأيام الأخيرة من سهيل، وخلالها تبدأ تنكمش الرطوبة على جميع السواحل، ونعيش فيها أربع فصول في يوم واحد. نعيش الخريف في آخر العصر، ونعيش الربيع في أول الصباح، ونعيش القيض في عز الظهر، ونعيش البوادر الشتوية في آخر الليل. وش معنى البوادر الشتوية؟ برودة الهواء وبرودة الماء. والمناطق الشمالية الطريف، عرعر، تبوك، الجوف، وكذلك حايل، وكذلك المناطق الجنوبية الباحة، عسير وأبها، يشبون النار من بابل وناسه باخر الليل. تونس بها الدنيا قبل ما تنتهي دنياك، على ويش نفسك كل يوم تزعلها؟ ترى ما انت بمكلوف بهذا ولا ذاك، ما هي شغلتك غلطات غيرك تعدلها. والأمطار خلال هذه الفترة 78 يوما القادمة تعتبر هي الأمطار الأفضل في السنة على الإطلاق. وش السبب؟ لأنها تنبت جميع أنواع الحشائش البرية، الروض والنفل والفقع، هذا بلبر، وتنبت الحص اللي هي الصدف، واللي تسكن بسطها اللؤلؤة، هذا بالبحر. لو كان سكناي فيك منقصة لم يكن الدر ساكن الصدفي.